النهارده اسمحوا لي بس اعقب على واحد من الاخبار اللي يمكن انتشر النهارده، تم بثه من خلال واحده من الاذاعات صباح اليوم، وانتشر بعد كده يمكن بشكل كبير على السوشيال ميديا، والخبر كان متعلق وهو خبر غير صحيح على الاطلاق. خبر كان بيقول انه كابتن محمود عبد المنعم كهربا هيتنقل من نادي الاهلي لنادي النصر السعودي، والخبر ده زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما وعدنا حضراتكم من الحلقه الاولى ان كل الاخبار الغير دقيقة والمتعلقة بالنادي الأهلي هنصححها مع حضراتكم هنا، خصوصا أنه الخبر ده يمكن يعني اتنشر في توقيت صعب شوية، توقيت الفرقة داخلة على بطولتين في منتهى الأهمية، في حالة تركيز شديدة جدا بين اللعيبة. كابتن كهربا بنفسه أعلن هنا في قناة النادي الأهلي أنه يعني في غاية السعادة والاستقرار مع النادي الأهلي، وبيوعد جماهير الأهلي في الفترة اللي جاية ان هو يطور من مستواه. والراجل الحقيقة زي ما بنتابع مركز جدا في التمرين مع النادي الاهلي عشان يسعد جماهيره. فبنأكد على حضراتكم هذا الخبر غير صحيح. احنا اتكلمنا مع المسؤولين في النادي واتكلمنا مع وكيل كابتن كهربا، والاثنين الحقيقة مصادرنا اكدت تماما انه هذا الخبر غير صحيح على الاطلاق. فكان مهم ان احنا ننوه لحضراتكم عشان ده الى حد كبير طبعا يعني مش عايز اقول انه بيضرب استقرار الفريق، لكن النوع ده من الاخبار الحقيقه بيسبب حاله من حالات التوتر عند اللعيب وعند المسؤولين عن الفرقه. فكان مهم جدا ناكد لحضراتكم انه كهربا باقي مع الاهلي ومستمر مع النادي الاهلي، وانه خبر انتقاله للنصر السعودي خبر غير صحيح على الاطلاق.